مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. جاسر مصطفى، وخلينا نلاقي شغل. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. فيديو جديد ان شاء الله يكون مفيد. الموضوع تبعه انطلب مني في اكثر من مرة، وحبيت ان اعمله في هذا الفيديو. قبل ما نبلش في الفيديو، يا ريت اذا عم بنشوف المواضيع هاي مهمة ومفيدة، يا ريت لو نشارك فيها في الكومنتس، نحكي ارائنا او انه نقترح مواضيع جديدة اللي احنا نقدر نغطيها عشان تقدر تستمر هاي السيريز. اذا لقيت انه هاي السيريز مهمة ومفيدة، يا ريت لو انه نعمل لايك وشير، سبسكرايب، انيبل النوتيفيكيشن بيل. لايك حتفيد كثير في موضوع انه ينتشر الفيديو اوتوماتيك من اليوتيوب للناس، وانه الناس تقدر تستفيد منه. الشير ديفينتلي راح يصير مانيوال من انه انت بتعمل شير، والسبسكرايب والانيبل النوتيفيكيشن بيل حتى انت تقدر تصير دائما تحضر هاي الفيديوهات، توصلك النوتيفيكيشن دائما لما تنزل هاي الفيديوهات. خلينا نبلش وما نطول اكثر من هيك. مرحبا مرة ثانية. الفيديو تبع اليوم فيديو كثير مهم، انه عم بنطلب مني دائما لما انا احكي عن التوظيف في دولة قطر مثلا، انه اذا حكيت ايميل او اذا حكيت لينك او اذا حكيت ويب سايت او اذا حكيت موقع، انه بصير انطلب مني يا ريت لو تبعت لنا موقع المكان الفلاني، يا ريت تبعت لنا الايميل الفلاني. الفكرة في الموضوع انه انا يوجوالي بكون حاطط هاي اللينكس وال خلينا احكي الايميلز خلينا احكي العناوين او المواقع اللي انت ممكن توصل لها في صندوق الوصف تحت الفيديو. لكن في كثير من الناس احنا بنعرف انه يمكن ما بيفتح الصندوق الوصف، او انه ما بعرف انه في شيء اسمه صندوق الوصف، انه ممكن يكون في شيء جاسر حكاه في الفيديو تبعه. فاليوم حبيت اجرب تجربة اني انا راح احكي لك عن موضوع التوظيف في دولة قطر، عن شركات التوظيف في دولة قطر، والشركات اللي ممكن تكون تطلب وظائف في دولة قطر، واحكي ايميلاتهم في هذا الفيديو. اذا لقيت انه هذا الفيديو مفيد فراح اعمل منه اكثر من فيرجن. اذا كان في خلينا احكي التفاعل مع هذا الفيديو كبير، او اذا الناس استفادت منه بشكل كبير. وخلينا نبلش في هذا الموضوع. اول شيء موضوع شركات التوظيف، انا تو بي اونست مش من الناس اللي بيحبوا اني انا اروح اقدم عن طريق شركه توظيف. انا بحب انه انا اقدم عن طريق الشركه نفسها اللي طالبه الوظيفه، لكن اكيد في كثير ناس بتحتاج لهذا الموضوع، بتحتاج تتواصل مع شركات توصيل للتوظيف عفوا، لانه مش كثير قادرين يوصل للشركات اللي طالبين وظائف معينه في مجالات معينه. فاليوم انا في عندي كم ايميل حابب ان انا احكيهم في الفيديو واضيفهم، ويا ريت لو اللي محتاج انه يتواصل معهم وتحكوا لي كمان هل في تجاوب، هل في ناس عم بترد عليكم لما تبعتوا هاي الايميلات، وهل عم بيكون في انترفيوز عم بتصير، او اتليست اتصالات عم بتصير مع الناس اللي عم بتقدم على الوظائف، عشان نشوف اذا هذا الموضوع فعليا مفيد او لا. هلا من الشركات اللي انا بدي احكي عنها، او موضوع كثير كثير مهم قبل ما احكي لك عن الشركات، يا ريت لو انت عم تتواصل مع ايميلات، فانك انت اذا عم بتدور وظيفه شركة تحترم نفسها، أو شركة محترمة، أو شركة كبيرة، خلينا نحكي بلاش نحكي محترمة، لأن كل الشركات محترمين وكل الناس خير وبركة، شركة كبيرة وعندها خلينا أحكي استراتيجي وعندها بلا بلا بلا، أكيد راح يكون عندها ويب سايت، وان صار إنه عندها ويب سايت أكيد راح يكون لها دومين، وان صار إنه عندها دومين فلازم الإيميل اللي أنت تكون عم تتواصل معه هو مش أت هوت ميل، ومش أت ياهو، ومش أت جيميل، ومش أت وات إيفر، يفترض إنه يكون أت اسم الشركة نفسها، أو إشي يدل على إنه هذا الموضوع موضوع لشركة لها ويب سايت. ان كيس انه انت في ايميل ات ياهو او ات جوجل او ات جيميل او وات ايفر او ات اوتلوك او ات هوت ميل، اذا كنت تأكد انه الحد اللي اعطاك هذا الايميل هو فعليا للشركة اللي انت عم تبعث لها، او لشركة كبيرة، او لشركة اللي انت حابب انك تشتغل معها، فجو اهيد دو ذات. غير هيك ما تروح مع هدول الايميلات. اول ايميل انا حاطه على الليست هو ايميل العمدن، هو ايميل لمؤسسه تعليميه كبرى، والايميل هو careers@tdugroup.com. هلا من الاشياء اللي برضو ما بحبها انك انت تبعث لشيء اسمه مؤسسه تعليميه كبرى، او شركه كبرى في مجال المقاولات، او من كبرى الشركات في مجال التسويق، او وات ايفر، لانه اللي بيعلن بهاي الطريقه انه انت يعني اصلا هويه الشركه اللي انت قاعد تبعث لها هويه مجهوله، ومين اللي حدد انها من كبرى الشركات؟ مين حدد انها اكبر شركه؟ واو الى اخره. سو انا ما بحب انك تروح مع هذا المجال، لكن سنس انه هذا الايميل اللي انا حطيته اليوم هو TDU Group مش ات ياهو ولا ات هوت ميل ولا ات وات ايفر، سو هو هاد ساين منيحه انه ات از ا جود كومباني، سو جو اهيد بليز، واذا بفيدك ابعت. فهي هذه مؤسسه في مجال التعليم والاديوكيشن.
الايميل الثاني اللي راح احط لك اياه اليوم هو وزاره التخطيط العمراني او وزاره البلديه والتخطيط العمراني، وزاره البلديه والتخطيط العمراني او وزاره خلينا نحكي البلديه والبيئه Ministry of Municipality and Environment info@mme.com.qa. هلا واحد من الايميلات الموجوده اللي على الانترنت اللي انا مش متاكد هل هو لسه فالد ولا لا info@mmaa.com.qa. you can send try اذا اجاك ايميل انه هذا الايميل خطا so it is not valid anymore تقدر تروح لinfo@mme.com.qa. واذا كنت حاب انك تتاكد من ايميلات الوزارات في دوله قطر انك تقدر تدخل على واحد من الفيديوز اللي احنا حكيناه، راح احطه ايذر هون او راح احطه هون، نشوف وين راح يطلع الكارد، اي ثينك راح يطلع على اليمين. سو بتقدر تدخل على هذا الفيديو وتشوف المواقع اللي انت ممكن تتواصل معها سبيشالي موضوع الوزارة. مركز تنظيم المعارض انكويريز ات، خلينا اقرا وقراءه، هو انكويريز ات qmdi.qf.org.qa. طيب الايميل اللي بعده راح يكون لجامعة قطر اللي هو recruiting@qu.edu.qa. اللي بعده مركز الدوحة لحرية الاعلام واللي هو administration@dohacenter.com administration@dohacenter.org. هلا واحد من الايميلات اللي طالعه معي في المقال اللي انا عم باخذ منه هذه، او واحد من المقالات اللي اخذت منها هاي الايميلات، مكتوب واحد من الاعلانات بيحكي لك، خليني بس اقرا قراءه، مؤسسه حكوميه cvrecruitment@gmail.com. هلا هذا الموضوع انت ممكن تبعث له ديفنتلي، بس هو الفكره انه اكيد مش هذه هي المؤسسه الحكوميه، ممكن تكون هذه عباره عن شركه توظيف بدها توظف لمؤسسه حكوميه، بس انا بالنسبه لي اي شيء مجهول بهذه الهويه انا ما بحب ابعث له. هلا مثلا مؤسسه او مدرسه النهضه للبنات nahda_school@hotmail.com. هلا سنس انه it is النهضه سكول او هذه مدرسه النهضه والايميل هو reflecting لهذا الموضوع it is nahda_school@hotmail.com. so try وابعث لهاي المدرسه وان شاء الله يكون مصيرك انك انت تكون مدرس او تكون محاسب او تكون whatever في هاي المدرسه فممكن تزبط معك. الايميل اللي بعده لشركة اسمها دلالة القابضة، والايميل هو career@dalalaholding.com. سو الشركة اسمها دلالة القابضة والايميل هو career@dalalaholding.com. سو جو اهيد. الايميل اللي بعده هو شركة الخليج العالمية للحفر واللي هو jobs@gdi.com.qa. اكاديمية قطر للتفوق الرياضي او اكاديمية عفوا اسباير للتفوق الرياضي او اكاديمية التفوق الرياضي اسباير او اكاديمية اسباير للرياضة whatever اسمها هي hradmin@aspire.com.qa. اللجنة الاولمبية القطرية recruitment@olympic.qa. قناة الجزيرة الاخبارية newsroom@aljazeera.net. سو الخطوط الجوية القطرية من أهم الأماكن اللي الناس تحب أنها تشتغل فيها للتنوع الفرص اللي فيها وحلوة وخدماتها حلوة والحوافز تبعتها حلوة. سو المها recruitment@qatarairways.com.qa أو إنك أنت تبعت على info@qatarairways.com.qa. سو أو تدخل على الويب سايت تشوف الكارير تبع قطر ايرويز دوت كوم.